Come on then, this way. أحكي لكم اليوم عن المرض اللي بصيب 366 مليون شخص الآن، مع وجود 280 مليون شخص بخطر. المرض اللي بيكلف 465 مليار دولار سنوياً، ومتوقع يكلف 595 مليار دولار في 2030. هو أحد أهم أسباب الفشل الكلوي وبتر الأطراف والعمى وأمراض القلب والسكتات الدماغية، مع أكثر من 4.6 مليون حالة وفاة سنوياً. اليوم رح نحكي عن مرض العصر، عن مرض السكري، وعن كيف ممكن تعمله لنضمن انه نضلنا نشوف زي هيك. مرحبا لمتابعة فيديوهاتنا الطبية والتجميلية الأسبوعية، الرجاء الاشتراك بالقناة بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب على الجهة اليمين من الشاشة. لما ناكل الأكل بتم هضمه في الجهاز الهضمي للعناصر الأساسية للغذاء اللي هي البروتين والدهون والكربوهيدرات. الكربوهيدرات أو النشويات والسكريات المعقدة بتم تكسيرها لأجزاء أصغر منها، أهمها سكر الجلوكوز، وبصير لها امتصاص لداخل الأوعية الدموية وبزيد تركيزها جوا الدم. هذا الجلوكوز هو مصدر مهم للطاقة لأكثر أعضاء الجسم، وعشان تستفيد منه هاي الأعضاء لازم يدخل الجلوكوز لداخل الخلايا المختلفة لهاي الأعضاء، وهذا الجلوكوز ما بيدخل على أغلب الخلايا بدون ما يكون معاه مفتاح الباب للخلية اللي هو هرمون الإنسولين. بالحالة الطبيعية لما يمسك هذا المفتاح اللي هو الإنسولين بمكانه على جدار الخلية، بيفتح الباب وبيدخل الجلوكوز لداخل الخلية، وبالتالي بقل مستوى السكر في الدم وبزيد في داخل الخلايا، وهون بتبلش الخلية تستفيد من الجلوكوز لتبني عناصر الطاقة المختلفة اللي اسمها ATP، وبتزيد طاقة الجسم ونشاطه. البنكرياس هو العضو المسؤول عن إنتاج هرمون الأنسولين، وبصير له تحفيز لإنتاج الأنسولين حسب كمية السكر الموجودة بالدم. مرض السكري نوعين، النوع الأول البنكرياس ما بينتج الأنسولين، أما النوع الثاني فالبنكرياس بمراحله الأولى بينتج أنسولين، بس الخلايا المختلفة بالجسم بيكون عندها مشكلة في مكان اتصال الأنسولين بالخلية، يعني بتكون الخلايا ما بتستجيب للأنسولين أو بتقاومه لما يكون الأنسولين بتركيزه العادي، وبتحتاج تركيز أعلى من الأنسولين ليفتح الباب اللي بيدخل الجلوكوز لداخل الخلية، وبنلاقي البنكرياس عم بيشتغل أكثر ليفرز أنسولين أكثر، وهاي الحالة اسمها مقاومة الأنسولين. ومع مرور الوقت البنكرياس ببطل قادر يشتغل، فبينزل الأنسولين وبيرتفع السكر وبتظهر أعراض السكري كاملة. من أهم أسباب مقاومة الأنسولين اللي هي الدهون الحشوية وقلة الرياضة، ورح نحكي بفيديو قريبا عن مقاومة الأنسولين بالتفصيل وعن العلامات الجلدية اللي بتدل عليه وعن طرق السيطرة على مقاومة الأنسولين بالتغذية والرياضة. طب شو هي أعراض مرض السكري؟ منقدر نفهم كل أعراض مرض السكري لما نتذكر إنه بالسكري بيكون عندنا أول إشي انخفاض السكريات داخل الخلايا، واللي بيؤدي لانخفاض انتاج عناصر الطاقه الـ ATP بالضبط زي المصنع اللي ما فيه كهرباء، بالتالي هذا الشيء بيسوي لنا ضعف عام وانخفاض في النشاط وغباش بالرؤيه بشكل متذبذب. اما الاعراض الثانيه للسكري فبتصير بسبب زياده السكريات داخل الاوعيه الدمويه. اول شيء رح يحاول يسويه الجسم هو انه يغسل هاي الاوعيه الدمويه من السكر الزايد، وهذا بصير عن طريق زياده السوائل اللي بيضخها الجسم جوا الاوعيه الدمويه، وبزيد التبول وبزيد العطش لتعويض السوائل اللي بيغسل فيها الدم. هذا السكر المرتفع بالدم رح يعمل اذى تدريجي للجدران اللي بتبطن الاوعيه الدمويه، وبتصير قاسي اكثر مع تضيقات في مناطق مختلفه منها، هالشي بزيد من فعاليه تجلط الدم فيها، وبنفس الوقت هاي المناطق القاسية أو المتصلبة من الأوعية الدموية بصير تمريرها للأكسجين أقل، وبالتالي الأعضاء اللي بتجيها هاي الأوعية الدموية بتقل وصول الأكسجين لإلها، بالتالي الأعضاء اللي بوصلها الأوعية الدموية الكبيرة والمتوسطة بيحدث فيها نفس أعراض
أمراض تصلب الشرايين من زيادة في النوبات القلبية والسكتات الدماغية وقلة وصول الدم أو التروية للأطراف. أما الأعضاء اللي بتجيها الأوعية الدموية الصغيرة مثل الكلى والأعصاب والعيون وخصوصا شبكية العين، فبصير فيها نقص في الأكسجين وزيادة في التجلطات مع تدمير تدريجي لهاي الأوعية الدموية الحساسة. شبكية العين هي الجزء الخلفي من العين واللي هي عبارة عن جهاز عصبي معقد بتطلب كمية طاقة وأكسجين عالية. تتكون الشبكية من الشبكية الطرفية والعصب البصري ومنطقة النظر الحاد القوي اللي اسمها اللطخة الصفراء. مع مرور الوقت وعدم السيطرة على السكري راح يقل الدم اللي بوصل للشبكية، وبتبلش هاي الأوعية الدموية الصغيرة تدريجيا تتأثر، وبتبلش يصير تسريب للدم والسوائل والمواد المختلفة لطبقات الشبكية. واللي بخوف هون انه المريض ما بيكون حاسس بشي، واحنا كدكاترة بس نبلش نشوف هاي التغيرات بالفحص بالعيادة أو باستخدام بعض الصور الخاصة بالشبكية. فالمريض هون بيجي بيقول لك دكتور عندي سكري ولكن أموري ممتازة ومسيطر عليه تمام. المريض ببلش يحس بالغباش لما يصير في تسريب للسوائل على عدسة العين، وهون العدسة بتنصح وبصير في عنا تغير بقياس النظارات، أو لما يوصل السوائل على منطقة اللطخة الصفراء واللي هي زي ما حكيت لكم مسؤولة عن النظر الحاد أو الدقيق، وهون بصير المريض يشوف غباش مستمر وبصير يشوف الخطوط غير مستقيمة أو الأشكال مشوهة. هلأ مع استمرار عدم وصول الدم والأكسجين الكافي للشبكية بالأوعية الدموية الأصلية، تستجيب الشبكية لهاي المشكلة من خلال محاولة نمو أوعية دموية جديدة. ولكن للأسف هاي الأوعية الدموية الجديدة هي غير طبيعية وما بتوصل دم كفاية، وللأسف إنها بتكون أضعف وممكن تنزف كميات دم بسهولة كبيرة. وهذا النزف بيعرفوه اللي عندهم سكري غير منتظم إلى فترات طويلة، لأنه ببلش المريض يشوف خطوط سوداء مثل خيوط العنكبوت، وبعديها ممكن تصير كل الصورة بهديك العين سوداء، ووقتها ما بنقدر نعمل شيء إلا أننا نستنى هالنزيف يوقف ويصير الجسم يشيل الدم اللي موجود بالعين ليرجع النظر تدريجيا. وهالشي للأسف ممكن ياخد أشهر وممكن يسبب تجعد في الشبكية أو حتى انفصالها إذا تكرر، وهذا الشي للأسف ممكن يؤدي لفقدان النظر للأبد. هاي الأوعية الدموية الغير طبيعية ممكن تنمو بأجزاء تانية بالعين مثل النموها على الجزء الأمامي من العين اللي هو القزحية، وبالتالي ممكن تسد قنوات تصريف المي اللي موجودة بالعين وبتزيد من ارتفاع ضغط العين اللي بالتالي بيخرب العصب البصري واللي هو مرض الجلوكوما. هلا الأخبار المنيحة إنه أغلب التغيرات اللي حكيت لكم عنها تقدر تتحكم فيها بنفسك بثلاث محاور رئيسية. أول محور هو المتابعة مع طبيب الباطنية أو الغدد الصماء بهدف السيطرة على السكري وخصوصا السكري التراكمي سواء بالأدوية أو الإنسولين ليظل تحت 7%، وكمان للسيطرة على أي ارتفاع بضغط الدم. والمحور الثاني هو المتابعة مع طبيب العيون لنفحص الشبكية أول بأول ونحاول نعالج المشاكل بدايتها سواء بالليزر أو بالإبر. والمحور الثالث هو البدء فورا بنظام غذائي رياضي مناسب لاستهداف الدهون الحشوية وزيادة اللياقة البدنية، إما بالبيت أو عن طريق التسجيل بأحد النوادي الرياضية المتخصصة بهالموضوع. وأنا دائما بنصح مرضاي بالتدريب مع مدرب شخصي مؤهل واللي بيعرف كيف يدربك من دون ما يصير عندك حالات نزول للسكر لا سمح الله، ورح أحط لكم رابط لأحد النوادي المتميز بهالموضوع. بتمنى أني أكون وصلت لكم فكرة عن خطورة هذا المرض، واللي دائما بحاول أوصل الصورة بحقيقتها لمرضاي، لأنه ببساطة حل المرض عندك، انت بس بتقدر توقف هذا المرض وما تخلي اي من هاي الاعراض يصيبك اذا اتبعت النصائح كاملة. اتمنى انكم تعملوا شير للفيديو ليوصل لاكبر عدد من الناس، وكمان ليوصلكم فيديوهاتنا الاسبوعية ما تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة بالضغط على زر سبسكرايب. نهاركم سعيد.